شو عم تقول له؟ نعم شو عم تقول له؟ عم بحكي مع مدام. مين اتصل؟ انا جوزة، انا جاي، انا هون. انت مين ما حوله له؟ انا هون بهذا الطابق بهي الشقه هون انا وياها. شو مين حبطه؟ ناطور البنايه الجديد. لا تقول ناطور البنايه لي. مثلا لا تقول ناطور له. طيب شو؟ انا ما ناطور له. شو انت بتهتم بامور البنايه والاغراض؟ لا انا جاركم، لا تقول هالكلمه. طيب جارنا لا تنعتني بالصفه. حضرتك شو بتعمل بالبنايه؟ انا بساوي امور البنايه، بنظف وبهتم بالبنايه. يعني ناطور؟ لا تقول ناطور. يا خيي يا خيي وحياتك انت بقوسك بين عيونك يا حبيبي، قوسك بركبك. لا قوسك يا عمي. لا يا خيي لا روح روح. لحظة والله ما شو بقصدنا، بس شو بده؟ جارنا جارنا يا خيي جارنا. حلوة جارنا. ايه جارنا، لا تقول ناطور. ناطور جارنا. لا تقولي ناطور، ما بدك اياها من اساساتها. لا 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 يا خيي طلع. شكرا. خلينا جيران. جيران احلى مو. اكيد اكيد مو. اكيد اكيد اكيد. روح روح. يلا وين رايح؟ على بيتي. ايه روح. شو اللي معقول؟ ما عندكم زباله؟ لا. ايه احسن. تكلم قبل ما تفتح البوابه. مين جابه هيدا؟ جارنا هيدا الثقيل اللي هون عباس. ايه هو اللي جابه. شو قرر لحاله بدل ما يقرر لحاله يعني بجيب ال ضارب صاحبته. ضارب صاحبته؟ نعم. مرحبا جار. مرحبتين. اهلين اهلين. حضرتك منقى الناطور الجديد؟ مين سمح لك؟ نعم روقوا روقوا. شو بكم عم ترشوا علينا قراش؟ الناطور الجديد تبع البنايه حضرتك انت اللي جايبه؟ ايه انا جبته. اذا ما عندك اعتراض. لا عندي اعتراض. على شو؟ نحن سكان بهالبنايه. ايه هلا حتى حضرتكم تقعدوا بالبنايه؟ يييي كمان حسبنا اذا بنقعد ولا ما بنقعد، حط لنا ورقه على البنايه. كيف بتقرر على ذوقك؟ طب ما في ناس غيرك يا حبيبي. دقدقنا عليكم ليل نهار، مره بعجلتون، مره بسوفر، مره على البحر، مره على البسين. ما عساس في اجتماع للبنايه يا خيي. ما عم تلتقوا؟ شو انا عم لاقيكم بروح العشاء بيجي المشتاق. طيب طيب خلص. بعدين معقول تضل البنايه بلا زلمه يحرسها؟ اه بتقوم بتقرر لحالك حضرتك مين هو الزلمه. طبعا بدنا شخصي مرقنا امور البنايه. بكل حال ناس كثير. اهلا وسهلا فيكي جاره. اهلين. ما بدنا اياه لهذا. اوكي نعم. ايه نعم جاره زحمة. ماشي ماشي زحمة. هتقعدوا ببيوتكم قبل. لا 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 حي قرف. عم شو هالحي هذا؟ أهلاً أهلاً. شلونك أستاذ؟ أهلاً أهلاً تحسين. شلونك أستاذ عباس؟ طول لي عمرك يا تحسين، شو أخبارك؟ الحمد لله. طمني إن شاء الله كل الأمور منيحة. لا الحمد لله سالكة. حدا عم يزعجك؟ حدا عم يشيل؟ حدا عم يحارب؟ لا بس هذا ومرته. هذا الناصح وحرمه. وحداتك أنت كنت قوصتهم بين عيونه. لا 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 يا تحسين. شو هالكلام عم تقولوا عني ناطور؟ ما بتحب أنت. شو أنت ناطور؟ أنا ناطور إشي؟ لك أنت موظف مثلك مثل كل هالناس. أنا جارهم. مو؟ جارهم طبعاً. إيه ليش عم بيقولوا ناطور؟ خلص شو بدك فيهم هولي؟ وحداتك أنت كرامتك أنت سكت له. طول لي عمرك يا تحسين حبيب القلب. وهاي ها؟ هاي بوسه مش لك. استملي عينك لك يا ريت كل السكان ببنايه مثلك. بدك شيء عايز شيء قل لي. بدي سلامتك. شو بدك فيهم اللي بيسمعك حكي اللي بيقول لك شيء؟ حطني على الي بالدار. لك على راسي. الله يخليك يا رب. يلا تسهل اي شيء هيك مثل. لا عفوا استاذ عباس. قل لي شو اسمك؟ سؤال. قول انت بتأمر امر. شو بك؟ انا التلفزيون عندي ايه اكل ماس كهرباء ما عم بدور. اه انتزع؟ انتزع. ايه شفت شلون؟ بسيطة خلص. من بجيب لك ابو خليل الكهربجي يسوي لك. لا لا حبيب. لا لا ما بدي تعذب حالك. شو؟ لا بدي تجيب لي لا ابو حبيب ولا ابو لا ابو حبيب. ابو خليل. ابو خليل. ايه خلص رح لك شو بدك تساوي. معلش اذا ما في تقليل. ما بتقل علي ابدا من عيني قبل. بدك يستملي عينتينا. اول لي عمرك. ممكن استاذ عباس في مجال على وقت نشرة الاخبار. ايه في مجال تعلي لي الصوت لحتى اسمع لعندي. وليه بدي اعلي لك الصوت؟ تطلع لعندي بتتعشى بقعد انا وياك بنسهر وبتحضر اللي بدك اياه تحكي. لك يسلم لعينك شو مضياف. لا انا ما بحب تقل على حدا. لك ما احلى ما بحب يتقل. وهوليك مزعوجين شو بيصيروا هالعالم. شفت شلون؟ شفت شلون؟ في ناس بسمنه وناس بزيت ولك هول ناس بزفت. تكرم عينك يا تحسين استاذ عباس. راح علي لك التلفزيون اذا ممكن حتى اقدر اسمع انا نشرة اخبار اذا امكن. ولا يهمك. ايه على فكره شوف انت انا ايه نشرة اخبار بتحضر؟ شو بدك ليش انت شو بدك تحضر؟ لا تحط لي نشرة اخبار هذا التلفزيون مستقبل بسموني. لا خلص ترجار انت خلص حط لك اللي بدك اياه. انا اذاعه الا المستقبل ما بحبه ما دخلوا قلبي بنوم. لك ماشي الحال بس انت طول بالك نتفك. هلا انت ما عندك الاذاعه الفضائيه السوريه؟ ما
بلا عندي اياها زعما. ليش نقيت؟ شو ما انا نقيت؟ شو بقى تحسين ما نحن وياك؟ لا انا بس عم بسال فضولية تعب. لا عندي اياها خلص انا مش رح احط هيدي. خلص لا تحط لا تحط خلص ما بتسمع الا الاخبار عم تطلع لي. بتسمع اخبار باللبناني من نشرة لنشرة. اي تكرم عينك. من عينك ما بتخليني عندك زبالة؟ لا ابدا. عندك اشي نساعدك فيه؟ خلي لي اياه استملحيني. شو بدك انا هذي نازل لتحت. يلا تفضل. بعد اذنك تفضل. خلي لي اياه عباس بس ايه؟ وحياتك ما بقبل يا عين عيني. طب ما هنيك انت يا عينك ما نزل. يا نعيم يا نعيم واعلنت الصحفي المشترك مع الوظيفة اللي عندي اليوم الغيث انها شو بيت عم تسمعني مع رأيها سبل الدعم نعيم عم تصل على اصلا وقفيني شو الصوت هيدا مش الصوت عم نسمع بعضنا معقول هيدا نعيم نعم راسي صار يوجعني مش قادره بعرف بس شو خاصني انا لشو عم تعيط يا خيي من وين جاي هالصوت هيك من عند هذا جارنا عباس من وين جاي الصوت والله ريحني منك ومنه معلقتين بروح انا احكي معه بدي اعمل مشكل معه تفرجيك انت بدك تعمل مشكل لا بتخش ولا بتخش بهالبيت انا بدي اقوم اقعد لا لا انت خليك هون انا رجال بهالبيت خليني انا اروح عيط عليه تفضل قوم عيني انت هون لا بدي اروح معك لا ما رح وطي انا مبسوط مثل ما انت عندك تلفزيون احنا شو عنا يا حبيبي عنا تلفزيون روح طبل هونيك لجوا وطي صوتها عم بيعلي ايده كمان بوشي وطي صوتها يا جماعه جيب تحسين لشو باكل لميتوا الجيران يا عيد شو عليه ليش حاله قاعد لحاله شاري لحاله شاري بيت بهالبنايه ما لحالي شاري بيت انت احترمي نفسك وما تكبري اطفال ما تصوتي انت ما تعلي صوتك احسن ما عم لك قصه انت وياه لا شو باكل عم تستقوا عليه لا ليك اذا بده يعلي هالقد التلفزيون احنا كمان عنا 600 تلفزيون معلي علو بحاشة سمسمي بحاشة سمسمي طلعنا من ثيابنا يا خيي بالبيت ما مع بعضنا مش قادرين نحكي لك شو هالكلام هاد عيب يا جماعة ليك الحق عيب يا جماعة روق روق يا أستاذ شو معليك شو هالجار الثقيل لا كبري كلام بدك جاكي يا مدام يا مدام يا استاذ نعم تفضل عيب يا جماعة من احنا هون بالبناية جيران واخوي مو طيب يا خيي طب شو هالكلام كبروا كلام على بعض يا خيي مش اذا جوزي هلا انسان منيح وما بحب المشاكل يعني تستقوا علينا يا ست الستات ما حدا بحب المشاكل وحياتك انت ما حدا بحب المشاكل طول بالك يا حسين روقوا هلا شو بدكم خلاصة الامر خلاصة الامر ما منريكم تطالوا كلام على بعضكم عيب يا جماعة وبخاش تتسمسمي خلص كل واحد يفوت على بيته يا دار ما دخلك شر بس شو بده يعمل يا بس اذا بده يعمل ايه لك يا ست ما تقول اذا ما ترفع صوتك يا ابو اذا فوق صوتك روح انت على صوتك قبل انا خلص انا بدك وبيت بيتك قلت لك وخيبه وحدي كل واحد على بيته ما بدي اشوف حدا بيه واذا على التلفزيون اذا على مثال ما دام عم تسمسمي خليك بكل دقيقه لا خليك شو بدي اعمل؟ انتوا معقولي كمان يعني انت يعني هيك هيك بدك يعني انا ما عم دقك انت انا معلق الصوت انا على الصوت انا مش قادرين نحكي مع بعضنا انت تحزني شو رح تعمل؟ رح وافقني شو في هلا؟ شو هي؟ ما دام ما عم تسمعوا مني انا رح احط الفرشه هني ورح نام هني ليه ولانه عم تنتحب عندك بالغرفه تبعيتي لانه ما عم بأمن عليكم خايف تدير ظهري من هون ترجعوا تعلقوا انت وياه من هون بعدين انت وياه عم تستقوا على هذا الانسان ضعيف عم نسى هيدا ضعيف هيدا لا حاجة ضعيف ما من ضعيف هيدا ضعيف ما شاوي بأصبعك بس لا قل لأنه لا قل يا أستاذ تحسين معنا عندك اثنين بنص الطريق بركة يجوا لعنا عالم شو بدي يقولوا عنا نوار قاعدين هيك لا حدا يجي لا تكبروا كلام كل واحد على بيته كل واحد على بيته يا جماعة الله يفتينا شر هالليلة تفضلي يلا أستاذ عباس شفت؟ على بيتك بدكم تعتبروا من هلا ورايح أنا نايب هني كقوات ردع قوات يونيفيد بتعرف لو ما انت لاكلهم بايدي وباجري وبسنانه بك انا ما بدي بتيد عليهم بعرفك انا حتى ما يقولوا اخي الطرف شفت شلون؟ ايه بسيطه لك انت على راسي ما تتزحزح من هون احسن انا واقف هون واذا واحد تكلم معك كلمه بهيك او هيك رح قوصه بين عيونه طولي عمرك لك انت طول عمرك يلا تصبح على خير وانت من اهله روح نام ارتاح اعتبر ان قوات الردع قاعده هون حبيبي هون صادق لهم روح نام ارتاح لا الصغار ما تمشوا إلا هيك بتفرجيكم إيه
استاذ عباس، استاذ عباس ممكن كاسة متي لو سمحت؟ شو بدك؟ كاسة متي؟ فوت اشربها جوا. لا لا ناولني اياها لهنيك لعيونك. حبيبي